حي الله الحبايبكم وسام جيمز ومثل ما وعدكم دائما ياكم بكل شيء جديد. طبعا مثل ما تعرفون احداث جي تي اي هذا الاسبوع خرافيه واسطوريه وتخفيضات وسيارات طبعا، فحياكم الله بالديسكورد تليجرام لاي مساعده تحتاجون بجراند راح نساعدكم بيها ولا يهمكم، وان شاء الله اشوفكم دائما بالبثوث على تجمع ال اس الخرافي لكل السيارات الاسطوريه. اذا جيت دخلت للعبه بهذا الاسبوع راح تحصل على كويل ايرث دي تي وزائدا الى سناكس مجاني لهذا الاسبوع. طبعا هذا الاسبوع راح يكون كله على الام سي كلوب لان احتفاليه بامريكا 420 عندهم احتفاليه على يوم هذا مال الحشيش. اما نجي للمهمات الثانيه اللي تحصل بها التيشيرتات لهذا الاسبوع، طبعا كومبليت بايك بزنس سيل ميشنز حتى تاخذ التيشيرت البيضة، واذا سويت كل المهمات اللي الشورت تريب مال لامار وفرانكلين راح تحصل على التيشيرت الاسود خرافي وملابس اسطوريه ونادره. نجي الى دبل اكس بي ودبل ار بي شورت تريب بايك بزنس سيل ميشن بايك بار سبلاي ميشن ام سي كلوب ورك تشالنج وياها كونتراكت اوفر تايم ادفنسري مود، هذول كلهم عليهم دبل اكس بي ودبل ار بي. اما نجي للمهمات اللي عليها دبل فلوس واربعة اكس بي كل المهمات مال لامار الميشن مع اللو رايدر ستاندرز، كل هذول المهمات راح يكون عليهم دبل فلوس واربعة اكس بي. اما دا تشوف هذول اللي يبيعون بالشارع اللي هم الويد ديلرز اللي يشترون من عندك المخدرات حيكون عليهم الدبل اكس بي لهذا الاسبوع، يعني تبيع لهم تاخذ دبل اكس بي، شيء خرافي. نجي للتخفيضات ال 40% لهذا الاسبوع عندك كورايدن و او بي اونيس اي جي تي. نجي الى تخفيضات 30% الشيء اسطوري طبعا لكل الناس اللي ما يملكون الموتور سايكل كلاب، 30% مع التطوير مالته طبعا مو بس عندك الموتور سايكل كلاب، البزنس مال الموتور سايكل كلاب وعندك السبلاي مال الكوكايين وغسيل الاموال وعندك هنا مال الويد وعندك هنا مال الميثود اللي مخدرات يصنعون كيمياوي وهنا مال تزوير، يعني عندك عدة مكانات اللي هو هذول المكانات راجعين الى الموتور سايكل كلاب، فهذول كلهم عليهم تخفيض 30% مع التطوير. فاذا لك نية تريد تسوي بزنس وتجيب فلوس فهاي الفرصة الثمينة لك تقدر تسوي بها بزنس. نبقى بالتخفيضات 30% طبعا عندنا كويل سايكلون 2 نكاسي شيمرا او بي اي فاجن بانل لكوراس وسترن باور شيرت وسترن زومبي تشوبر. اما نجي للاسلحه اللي عاليه تخفيض لهذا الاسبوع طبعا عندك الفان، واذا تحب تعرف الفان حياك الله ديسكورد تليجرام نعطيك مكانه وين هو بالضبط. عندك الار بي جي عليه تخفيض 30% تشالنج لهذا الاسبوع، اذا بعت ب 100,000 بالبايك بزنس راح تحصل على 100,000 الى هاي القبعه السوداء. نجي لسياره الحظ لهذا الاسبوع بالالاس كارمي، طبعا عندنا جي بي 700 دبليو هي سياره الحظ لهذا الاسبوع، كل عليك انك تفوز توب 4 بالسباق لمجرد 4 ايام بالرو. اما نجي لسيارات التست لهذا الاسبوع بالالاس كارمي طبعا وعليهم تخفيض متزرك نيو الاو بي اي فاجن. نجي الى سيارات الموتور سبورت لهذا الاسبوع اللي هي سيارات سيميون كويل رايدن كويل فولتيك فانيلا كوراس او بي اونيس اي جي تي ومورغان. لوكسري اوتو لهذا الاسبوع عندنا امبريلا اكس استوبيا جي زد، ومثل ما شفتوا حبايبي المقطع واضح فول وكانت سيارات جديده واشياء جديده وتخفيضات، لان تعرفون احتفاليه 420 بامريكا فجي تي اي دائما يحتفلون بهاي الاحتفاليات، لان تعرفون ذات جي تي اي على احداث شوارع امريكا. فكان المقطع وياكم واضح حبايبي، لا تنسون بلايكاتكم وبدعمكم، حياكم الله ديسكورد تليجرام لأي مساعدة تحتاجوها بعالم جراند ما راح نقصر ياكم. ومثل ما تعرفون الستور مالتنا لكل الحسابات المهكرة لكل المنصات، حياكم الله بالبثوث على تجمع الال اس سيارات المهكرة، واقول لكم شكرا لكم حبايبي ودعمكم، واشوفكم ان شاء الله بمقطع ثاني ومع السلامة.